هو أحد أعظم حراس المرمى في تاريخ أفريقيا، لقبته الجماهير بالسد العالي. الكابتن عصام الحضري في 100 سؤال. مساء الخير بالسد العالي. مساء الخير. مع راغدة شلهوب. وصفي في كلمة. أنا عن نفسي ممكن ناس متكبر مغرور. الهروب من الأهلي غلطة عمر. نعم. حتى الآن أنا أفضل حارس مرمى في مصر. باسمي وبتاريخي وبطولاتي بكل حاجة أكيد هقول نعم. الخطيب هو أفضل من يتولى رئاسة الأهلي. الخطيب. أفضل لاعب في جيلي هو محمد أبو تريكة أم أحمد حسن؟ أحمد حسن، لأنه أحمد حسن حقق معايا 4 أفريقيا. المدير الفني الأفضل في تاريخ منتخب مصر هو حسن شحاتة أم محمود البوهري؟ كابتن حسن شحاتة. لو كنت الشرطة، هذه هي طريقة في التعامل مع الألفاظ. كلهم يتقبض عليهم. الكابتن عصام الحضري في 100 سؤال. هذا ردي على من انتقدوني بعد خلع زوجتي للحجاب. ما فيش حد يحسبنا للرب سبحانه وتعالى، وكل واحد ملوش دعوة، كل واحد بيخليه في نفسه. لو قابلت علاء صادق، أعرف حاجة هقول له أنت خنت بلدك. قيمة راتبي من وادي دجلة. أنا ممكن عادي يوصل لمليون ونص. ربنا يكون في عونك إن شاء الله وتطلع تفرح زي ما أنت كنت فرحان زمان. لماذا لم تفلح وساطة الرئيس الأسبق مبارك بإعادتك للنادي الأهلي؟ لا، هو لو عايز يرجعني كنت هرجع النادي الأهلي. طالبك كابتن أحمد شوبير بالاعتزال، قلت له موت بغيظك، لن أعتزل إلا لما تموت. هي وجهات نظر، انا من وجهه نظري ما فيش مشكله خالص، بس لما لقيتها بتتقال بطريقه بتجرح الواحد انا حبيت اني ارد. قلت انه ابو تريكه صديقك وجارك، هل لديك معلومات عن مدى ارتباطه بالاخوان واللي حاصل معاه؟ ابو تريكه يعني من الناس القريبين ليا، وهقول لك حاجه، تتمنى ان ابو تريكه يجيب فيا هدف عشان يتضاف في تاريخي ان ابو تريكه جاب هدف لعصام الحضري. الكابتن عصام الحضري في 100 سؤال مع راغدة شلهوب، غدا 11 مساء، ويعاد في الأوقات التالية على الحياة.